بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أصدق معاني الترحيب وكل الاعتزاز والتقدير لتشريف سيادتكم والحضور الكريم احتفال هيئة الشرطة بالذكرى 71 لمعركة الإسماعيلية المجيدة، والتي تجسد ملحمة وطنية أحاطتها مشاهد مضيئة من نضال شعب أبي، عندما تكاتف رجال الشرطة مع الفدائيين على امتداد مدن القناة وفاءً لوطن عظيم ودفاعًا عن العزة والكرامة، فسقط منهم شهداء ومصابين ضربوا أروع الأمثلة في الشجاعة والتضحية. لقد واجهت الشرطة في تلك المرحلة من مراحل النضال الوطني عدواً ظاهر الهوية، فتسابقوا بدافع من الانتماء والمسؤولية مع أبناء الشعب لمقاومة المستعمر، غير مبالين بقوته التي تفوقهم عدداً وعتاداً. ويسطر التاريخ للشرطة المصرية دورها الفعال على مر العصور في كل معارك التحرير ومواقف النضال. واليوم وعقب مرور 7 عقود يؤكد أبناءكم من رجال الشرطة على تحملهم المسؤولية في حماية أمن الوطن والوقوف بالمرصاد لعدو غير ظاهر يسعى لاستهداف وعي أبناء الوطن وتضليل أفكاره عبر ما يسمى بحروب الجيل الرابع والخامس.